أي شخص يحاول السفر إلى أستراليا بواسطة القارب من دون الحصول على تأشيرة سيتم إرجاعه أو نقله إلى بلد معالجة الطلبات الإقليمي. المعلومات التالية ليست للأشخاص الذين يتم تقييم طلبات الحماية الخاصة بهم في بلدان معالجة الطلبات الإقليمية. هذه المعلومات هي للأشخاص الذين وصلوا بالفعل إلى أستراليا عن طريق القارب بدون تأشيرة والذين سيتم تقييم طلبات الحماية الخاصة بهم في أستراليا. وجودك في أستراليا هو امتياز وليس حق. سلوكك، ماذا تفعل وكيف تتصرف، هو أمر مهم. من الممكن أن يؤثر سلوكك على طول مدة بقائك في أستراليا، وما إذا كنت سوف تعيش في مركز الاحتجاز أو في المجتمع. يتوجب على كافة الأشخاص أن يتبعوا القوانين الأسترالية والتصرف بمسؤولية في المنزل وفي الأماكن العامة. تحافظ هذه القوانين على بقاء المجتمع الأسترالي منظماً وآمناً للجميع. يجب عليك أن تفهم مسؤولياتك وما الذي يعتبر مخالفاً للقانون في أستراليا. قد تكون بعض هذه المسؤوليات والقوانين مختلفة عن ما هي عليه في موطنك. بعض التصرفات هي غير مقبولة في أستراليا. تشتمل التصرفات غير المقبولة على التصرف بعنف، إتلاف الممتلكات، الكذب على موظف حكومي، تقديم وثائق مزورة خاصة بالهوية أو معلومات مزورة. عامل جميع الناس في أستراليا باحترام، يشمل ذلك النساء والأطفال والأشخاص من مختلف البلدان. لا تقدم على القيام باتصال جسدي غير مرحب به، أو على استخدام كلمات لشتم أو تهديد الأشخاص الآخرين، أو على القيام بتعليقات ذي طبيعة جنسية. فأنت مسؤول عما تفعله وكيف تتصرف، حتى لو لم تكن تعلم بأن تصرفك كان خاطئاً أو كنت تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو ارتكبت خطأ. تحدث إلى الأشخاص الذين تثق بهم حول عادات وثقافة المجتمع الأسترالي. كن منفتحاً واطرح الأسئلة إذا ما كان هناك أمر ما لا تفهمه. إذا ما تم منحك تأشيرة، يجب أن تتقيد بكافة الشروط المدرجة في هذه التأشيرة. تجد هذه الشروط مكتوبة في الرسالة التي تبلغك بمنح التأشيرة. تأكد من أنك تفهم هذه الشروط. إذا تم منحك تأشيرة مؤقتة Bridging Visa، أحد الشروط الخاصة بتأشيرتك سيكون التقيد بمدونة قواعد السلوك. خرق الشروط الخاصة بتأشيرتك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك إلغاء تأشيرتك. إذا تم إلغاء تأشيرتك، ستتم إعادتك إلى مركز احتجاز المهاجرين. اسأل أحد موظفي وزارة الهجرة أو مزود الخدمة إذا كنت لا تفهم الشروط الخاصة بتأشيرتك، فبإمكانهم أن يعطوك معلومات أكثر تفصيلاً. تجد المعلومات متاحة أيضاً على الرابط www.immi.gov.au/ima.